وقال أتعني الرسول الكريم، أتعني الصديق، أتعني عمر، أتعني الرجال الأمان. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، فلا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، وحنك هذا يا موضوع خصاصا استقامة توصندا قفك مؤمن كان لقى الربا إنه كتوصنا دا إلهي داعات كي سيئ عبادة دي سيئ أوامر تإلهي إنه كتوصنا دا أي إنه يسير حسوسينينا استقامة وفعل الضاعات وترك المنهيات بالله إلها مركة للتعريفين أيو وحاكو سوء صحيح المسلم حديث ورني أبو عمرو وقيل أبي عمرة صفيان بن عبد الله الثقفي رضي الله تعالى عنه قال قلت يا رسول الله قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا غيرك قال قل آمنت بالله ثم استقم وحيري صحابي قاس صفيان بن عبد الله أي النبي قوي من عليه الصلاة والسلام وحوي للرسول كي ربي يو وحد إيش شاكتاه قول أنا نعدك الآن أديك أهين ويدين يا أين جرين إيش شاك بول ديت النبي وحكوي عليه الصلاة والسلام وحاتنا هذا قل آمنت بالله ثم استقيم إلى هيبان رميي ديتنا كتوصنو حديث كني وحديث قابا لكن وحويان إسلام كي أردن بو كوبصان إياه وحكم إذا مرقى يعني جوامع الكلم وحلا يدابا لسي النبي عليه الصلاة والسلام هذا الكوبان بو كهر لجري لكن معاني فربضا حنبارصا مرقى حديث كني وشامل إسلام كي أردن بو كوبصان إياه وحكا هدلي جانب عبادة هدليتهاي حق عقيدة هدليتهاي هدليتهاي حق مرقى يعني دقن كي إيا سلوك كي مرقى يعني معاملات كي وحبا مريبين به ويا النبي جينا سو أروريي وحو يري إلهي بان رميي ده ديتنا كو توصنو استقامة دو وحي كمتهاي مرها إيمانك أيي كمتهاي إيمانك مرهي سيويان مرها سبا مركا يعني وحويان أو النبي إنا فري إنا كو توصنانو إلهي سبحانه وتعالى قرآنك وكو تلمامي استقامة دو وحا ليراهو وإلهي سبحانه وتعالى وحو يري إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون إلهي سبحانه وتعالى وحيري إن الذين قالوا كويري إن الذين قالوا ربنا الله ربي قيوا الله كويري ثم استقاموا ديتنا كتوصنا ضي إيمان كإلي مادين يا رمين تار ربي إلي مادين كتوصنا ضي أوامرتي سيدي لو قطلق لي أقاتي استقامة لقه لي تتنزل عليهم الملائكة ملائك با كسو دقيسة ملائك با او بشارينيسة عند موتهم مركي لمن ايام با او بشارينيسة وهم حي ارانيسة الله تخافوا ولا تحزنوا هم رغونين ها عبسنين هم مركا يعني وحويان وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون كتوس نادا او مركا يعني كو بشارينيسة جنة دي ايا مركا يعني لئذين يبوهي كتوس نادا با الهي ارانيا سبحانه وتعالى ملائك تي بس داس ارانيسة إلهي أو تلمامي أو يبشارين إيسا ضدك مؤمنين تا استقامة دي لغة هلي أي يبشارين إيسا استقامة إلهي سبحانه وتعالى النبي الله محمد عليه الصلاة والسلام بو إلهي أمري إلهي وحوي لي سبحانه وتعالى استقم كما أمرت توصنو بالي للنبي عليه الصلاة والسلام سيدي لغو فري أتوصنو توصنو أو سيدي لغو فري أصعب إلهي النبي محمد ليهي نبي محمد وينو قرانا إناه ملي حنين مقل دمين ومركا يعني وحويان إلهي سبحانه وتعالى سيدي وقلت لك لين معلن كين نيبو باها وحي باب إلهي ودورتي مركا يعني كملي حنين مع ذلك أحضن الله أمري سيدا درتي با وحويد عبد الله بن عباس مركو موض آيات داس مركو فسيري وحويد لغو مسو دجنن رسولك عليه الصلاة والسلام قرآن كأردن مركا الله إيغو آيات داس آيات نبيك كغا أذك لغو مسو دجنن بو ولذلك بان النبي عليه الصلاة والسلام حويري حديث كسو عن سننتا إمام ترمذي يحاكم إيا أي صارين أي النبي حويري شيبتني هود وأخواتها وحا يعني إعريسيسي هود سورة الهود
iyo walaalahood waayo suuratul hud bay ku jirtaa aayadan nabiga la amray la leeyahay marka yaani toosna la leeyahay halkaas bay ku jirtaa amarkaas baa la siiyay nabiga kaleeyhi salaatu wasalaam istiqaamadaas bay tilmaamaysa walaalayaal istiqaamadu waxa weeyaan waa ta aynu ilaahay weydiisana markasta aynu salaada tukaneyno salaada faralkii ihi waa 17 ragcadood weeyaan 17 ragcadood weey ragcad kasta faatixad aynu akhrinaa markasta oo faatixad akhriyayna ilaahay waxaan weydiisanaa ihdina siraad almustaqim bani ilaahow na toosiyo dariiqa toosan ilaahow nagu hanooni sidaas baynu dhinahna istiqaamadaas waa taan ilaahay weydiisanayno ee markasta laynaga doonayo weeyaan عمر بن الخطاب با وحو يري كل كو تلمام اي مركا يعني دكي وناكسنا اي صالحين تاها اي صحابة دي او اساقنا كمد اها اي وحو يري استقاموا والله على داعته واي توصنا دين داعة الهي بيكو توصنا دين الهي داعات كيس بيكو توصنا دين ولم يروقوا روقان الثعلب ما اين مركا يعني وحو ويان قف قف كما اين سينس دبهاش الدعوض اوكالي مركا يعني ايو ديما ديما شبضان تهي اوكالي مركا عبادي سنة ينسداس ما احين ايو للنبي يري عمر بن الخطاب باس دا يري مركا ولا ليا الاستقامضو اهمية داس بيلا ذهي النبي عليه الصلاة والسلام حديث كلا وحو كيري وحو يري يعني رسولك عليه الصلاة والسلام استقامة مركو تلماما يي سددوا وقاربوا بين النبي عليه الصلاة والسلام حديث بخاري كسوغان أي النبي وحي صلوات الله وسلامه عليه توصنا ذا ومركا يعني دح دحيسة أحديث وحي إن فريا استقامة والسادات كوا استقامة ويا واستقامة محايا هيد مركا يعني استقامة داس بحديثك إن فريا إيا دح دحاضو مركا يعني وحويا تساهلنا حديث مركا يعني وحويا لقى مرة بقفك مسلم كأه تضرفنا لقى مرة بإيا إنو مركا يعني كالديري أو مركا يعني أو وحيسكو كديدو وونا إلهي كو كلفنا ويسكو كلفنا لقى مرة بو وحلقة دون إيا اعتدال كاس إيا وصدي داس إسلام كينا إيا الدين كينا أو لي أي لتمت تاسبا لقى دون إيا مركا يعني قفك مسلم كأه تاسبا لوغا باهن يهي الله هاي نغادي كوي مركا يعني وحويا كلمه داس كفايديستا الله هاي نغادي انت اسما كوسو كوميا وجزاكم الله خير والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته وشر المصائب يا اخوتي